اوكي، تكملة للمحاضرة الماضية اللي هي الخلاصة تبعت المحاضرة الماضية، أثبتنا أنه الـ VC Dimension أكبر أو تساوي D plus 1، وبنفس الوقت الـ VC Dimension أقل أو تساوي D plus 1. هل احتمالين بيتركونا بنقطة واحدة أنه الـ VC Dimension بيساوي D plus 1، ممنوع يكون أكبر وما راح يكون أقل. الـ D number of dimensionality للسيستم، plus 1 اللي هو البايز اللي أنا بضيفه دائما مشان أضربه بالـ W0 اللي أعطيناه القيمة واحد دائما، البايز ضرب W0. فشفنا كيف أنه هسا علاقة الـ VC Dimension بالـ number of parameters. أوكي، ليش بدنا نشوف النمبر الـ VC Dimension مع علاقة الـ parameters؟ لأنه الـ VC Dimension بيعطيني أكبر عدد من الـ points اللي أنا بقدر أعملهم شاترين. Once إنه حددت أن أكبر عدد من الـ points اللي بقدر أعملهم شاترين، معناته أنا قاعد بحكي somehow عن الـ system تبعي. بس بدي أوقف الريكورد دقيقة وأرجع لكم. أوكي، خليكم معي بس دقيقة وأرجع لكم. أوكي، تمام الأمور، خلينا نكمل. أوكي، فبالتالي الخلاصة اللي وصلنا لها لحد الآن، الـ VC Dimension بيساوي Number of Dimensionality plus 1. هاي بالنسبة للـ VC Dimension. دكتور بس عندي سؤال. تفضل. المصفوفة اللي كتبتها وراء، كتبتها قبل 3 سلايدات، كمان واحد ارجع، في مصفوفة كتبتها الأول عمود فيها وحدات وبعدين هاي أيوة آخر عمود فيها بنتهي بواحد واحد. ها؟ آخر سطر يعني. أيوة. ها؟ كله وحدات ولا في ولا أصفار واحدات. هاي؟ كله وحدات. أوكي تمام. أوكي، يعني كل احتمالات هاي معناها. أوكي أوكي. أوكي. وصلت. تمام. هسا بدنا نعمل interpretation للـ VC Dimension. مشان نعمل interpretation للـ VC Dimension راح نشوف شغلتين أساسية. إنه إحنا نعرف الماث تبع الـ VC Dimension، فبالتالي بدنا نشوف ليش بتشير، ليش قيمة الـ VC Dimension مهمة. ليش مهم الـ VC Dimension؟ هاي أول نقطة. النقطة الثانية بدنا نشوف كيف بدي أطبق الـ VC Dimension عمليا. لما أجي أعرف أقول لك الـ VC Dimension رقمه أو قيمته 20 25 30 35 40، بدي أشوف الشغلات هاي كلها. أول شغلة مشان نشوف شو علاقة الـ VC Dimension what does it signifies، يعني ليش بتهم او شو اللي بتشير لاهميه ايش. خلينا ناخذ المثال التالي. هذا السيستم اوكي اللي على اليمين واللي على اليسار لنفس الهدف، للدي جي. الدي جي بالحفلات بيكون قدامه جهاز زي هيك او جهاز زي هيك. واضح جدا انه الرسم اللي على اليمين فيها كبسات أكثر، فبالتالي بده يشتغل عليها لازم يكون إكسبيرت أكثر. الرسم على اليسار فيها نفس الطريقة اللي بتعرف فيها أنت الأغنية، لكن مع أوبشنز أقل إلك مشان تقدر تتحكم فيها بالأغنية أو بالدي جي بشكل عام. فاللي على اليسار بيأدي لك الهدف، واللي على اليمين بيأدي لك الهدف، لكن على اليمين الكومبلكسيتي له عالية جدا، لكن على اليسار الكومبلكسيتي له somehow manageable، بقدر أتحكم فيها. هسا بالنسبة لأي سيستم أنا عندي، أوكي، في للسيستم هذا parameters، أوكي، parameters للسيستم. عدد الparameters تبعات السيستم كل ما زادت، كل ما الكومبلكسيتي للسيستم زاد. فبالتالي هون مشان تطلع معك الأغنية
أو الصوت اللي بدك إياه في بارامترز أكثر. فمنطقياً معناته إنه هذا الجهاز بيعطيك قدرة أكثر عن التعبير للتعبير من الجهاز هذا مقارنة مع الجهاز هذا. ستيل هذا الجهاز رقم A مش سيء، بيعطيك الغرض، لكن الفانكشناليتي تبعته أقل. ليش الفانكشناليتي تبعت A أقل؟ لأنه النمبر اوف بارامترز تبعته أقل. فواضح جدا بالمثال هذا إنه كل ما زاد عدد البارامترز، يعني على سبيل المثال هون بقدر ألعب بالصوت بطريقة معينة، وهون كمان وهون كمان، على سبيل المثال الصدى والصوت واللو باس والتريبل والأمور هاي كلياتها بقدر ألعب فيها. هون ما بقدر ألعب بالشغلات هاي كلياتها. لما تقدر تلعب فيها فبالتالي بيعطيك نمط للأغنية اللي بدك تعملها بلاي على سبيل المثال بطريقة أفضل من الجهاز اللي على اليمين. لكن الشخص اللي بده يشتغل عليه الجهاز على اليمين على اليسار عفوا، لكن الشخص اللي بده يشتغل عليه الجهاز على اليمين بي لازم يكون اكسبيرت. طب اذا اعطينا هذا الجهاز بي لواحد مش خبير بيعرف يشتغل عليه؟ الجواب احتماليه قليله جدا جدا انه يعرف يشتغل عليه. لكن لو اعطينا الجهاز اللي على اليسار للشخص اللي مش خبير مشان يشتغل عليه، هل راح يعرف يشتغل عليه؟ احتمال قليل، لكن ستيل اكبر من الاحتمال تبع اللي على اليمين لو اعطيناه الجهاز على اليمين. واضح شو المشكله؟ تو سيستمز بيادوا نفس الغرض. طيب ما دام بدك نفس الغرض، مشان الاشخاص اللي بدهم يشتغلوا عليه ممكن ما يكونوا خبيرين، بعطيهم الجهاز A. اذا كانوا خبيرين بعطيهم الجهاز B. تخيل ال A وال B هم hypothesis set. الـ A hypothesis set والـ B hypothesis set. ولما تيجي تلعب أنت بالparameters أنت حددت hypothesis. فA عدد الـ hypothesis اللي أنت بتقدر تحددهم أقل بكثير من عدد الـ hypothesis اللي أنت بتقدر تحددهم في الـ B. فواضح جداً أنه السيستم تبع B بيقدر يعطيك functionality أكثر بين قوسين دايكوتوميز أكثر، لكن الـ A بيعطيك دايكوتوميز لكن عددهم أقل. طب إذا السيستم تبعك، إذا الداتا سيت تبعتك كان عدد الداتا سيت تبعتك كان قليل، ليش استخدم B؟ بستخدم A. ليش؟ لأنه إذا بستخدم في أنا بزيد على حالي قاعد كومبلكسيتي أنا بغينى عنها. فالبارامترز تبعتي هون هو اللي بتشير لا الكومبلكسيتي للسيستم. المين ايديا هون مشان نعمل اندرستاندينج للبي سي دايمنشن، هاو داز ات سيجنيفايز، وات داز ات سيجنيفايز. ات سيجنيفايز ذا نمبر اوف ديجريز اوف فريدم. الديجريز اوف فريدم هي نفس البارامترز الديجريز اوف فريدم. اوكي، كل ما زادت degrees of freedom كل ما number of parameters زاد، كل ما complexity تبعك زاد. ف higher degrees of freedom means higher VC dimension. فالdimensionality ال VC dimension لهذا الجهاز أعلى بكثير من ال VC dimension لهذا الجهاز. الاثنين لنفس المشكلة. أوكي؟ هسا number of parameters هاي نقطة مهمة جدا. number of parameters عندي هون على سبيل المثال الصوت، أوكي، واحدة من البارامترز تبعت الجهاز هذا اللي هو الفوليوم تبع الصوت. الفوليوم تبع الصوت analog صح ولا لا؟ فالبارامتر هاي analog. شو يعني البارامتر هاي analog؟ يعني قيمتها continuous، قيمتها continuous. لما تقول البارامتر هاي قيمتها ديجيتال مش انالوج، معناته القيمه تبعتها ديسكريت. هاي الفرق بين انالوج وديسكريت او انالوج وديجيتال. الديجيتال دائما ديسكريت والانالوج دائما كونتينيوس. فالبارامتر لما تكون كونتينيوس القيم تبعتها بتكون من صفر لما لا نهايه على سبيل المثال.
اوكي ثواني والله نسخه هاي النسخه احنا فصلناها اطلع اطلع مع عود خلاص لا هاي هاي مفتاح القفل مبين هذا القفل تمام فحكينا احنا هون البارامترز هاي راح تكون البارامتر نفسها قيمتها انالوج الـ VC Dimension البارامتر Input الـ VC Dimension مش للـ Input بيوصف الـ Output الـ Number of Dichotomies الـ Output للسيستم تبعي نقطة مهمة جدا أنا نفرض أنه هذا السيستم تبعي بغض النظر شو فيه موجود هون بغض النظر فيه شو فيه موجود هون هذا السيستم تبعي بيقدر يعمل لي شاترينج ل 10 بوينتس هاي السيستم تبعي معناته الفي سي دايمنشن تبعي 10 معناته النمبر اوف بارامترز تبعت السيستم هذا 10 على الاقل اقل شيء راح يكون 10 شو معناها هسه لقدام راح نشوفها شو معناها اوكي هسه المقصود بالنقطه هاي انه when you have a model زي الموديل تبع الدي جي على سبيل المثال هالموديل هذا characterized by the set of hypotheses that can be represented هذا set هذا set of hypotheses وهذا set of hypotheses هذا الموديل تبعي الموديل تبعي كلمة موديل شغلتين حكينا set of hypotheses و search algorithm اوكي انا بختار one hypothesis بختار طريقة عرض للصوت تبع الأغنية by setting the parameters صح ولا لا بحط الصوت هالقد بحط الايكو هالقد بحط الصدى هالقد بحط التريبل بحط الباس والامور هاي كلها بعملها سيتنج بحرك السي دي بالطريقه هاي انت عمالك تعمل كاستمايزيشن للبارامترز تبعاتك معنى هالشغله هاي انه البارامترز هي ديجريز اوف فريدم لحتى اعمل هايبوثيسز انا بدي اياها النمبر اوف ديجريز اوف فريدم لا بدي اعملها انا هاي معنى degrees of freedom وعلاقتها بالبارامتر السبعاتي. هسا النقطة المهمة هون اللي هي كالتالي ال VC dimension ما بيشير لل degrees of freedom لل analog degrees of freedom بيشير لل binary degrees of freedom له علاقة بال output بال Y ال VC dimension له علاقة بال Y كل اللي كنا نمثله لا الواي فيكتور فقدره السيستم لحتى يعمل شاترينج للبوينتس ممثله بالفي سي دايمنشن معناته انا قاعد بحكي عن الاوتبوت كيف السيستم تبعي بيشتغل ما ليش علاقه فالديجريز اوف فريدم تبع الفي سي دايمنشن هي باينري ديجريز اوف فريدم يا اون يا اوف باينري ف إذا كان 10 على سبيل المثال degrees of freedom كان تبعتي 10 معناته VC dimension تبعي 10 معناته بقدر أعمل shattering ل 10 points شو يعني بقدر أعمل shattering ل 10 points بغض النظر عن 10 points هذولا مين الموجب ومين السالب أنا راح أقدر أعملها shattering لأن VC dimension تبعي 10 فالoutput تبع أي شكل من الأشكال تبع الداتا set راح أقدر أمثله بزيرو error هاي معنى VC dimension اوكي واضح شو المقصود فيها هون في سي دايمنشن لها علاقه بالباينر ديجريز اوف فريدم حدا عنده اي سؤال حدا عنده اي استفسار
اللي احنا بنحاول نحصل عليه اللي هو دايكوتوم للديتا سيت تبعتك اثناء التريننج. اذا الدايكوتومي هاي بقدر احصل عليها معناته السيستم راح يعطيك زيرو ايرور. اذا الدايكوتومي ما بقدر احصل عليها معناته السيستم راح يعطيني مش راح يعطيني زيرو ايرور، صح ولا لا؟ شو اللي بيضمن لي اني احصل على الدايكوتومي هاي؟ الفي سي دايمنشن. اذا كان الفي سي دايمنشن عندك اكبر من عدد النقاط، اكبر من الداتا سيت تبعتك، اوكي، معناته البارامترز تبعت السيستم تبعك راح تكون اكبر، فبالتالي بتقدر تحصل على الدايكوتومي هاي. بس الفي سي دايمنشن tells you when you can get any dichotomy you want. ممكن عدد النقاط يكون اكثر من الفي سي دايمنشن، وهاي الحاله راح نكون فيها دائما. عدد الفي سي، عدد البوينتس اللي معك بالداتا سيت راح يكون اكبر بكثير من الفي سي دايمنشن. هسه في ركز هون، الفي سي دايمنشن بقول لك اميت راح تحصل على اي دايكوتومي بدك اياها. انت راح تحصل على واحده منهم، اوكي، باي سيتنج دي ليبلز بلس 1 اور ماينس 1، والبوينت الثانيه بلس 1 ماينس 1 اند سو اون لكل البوينتس بلس 1 سو ماينس 1. اذا كانوا اقل عدد البوينتس من الفي سي دايمنشن بقدر احصل على هالدايكوتومي هاي. اوكي، واضح شو المقصود بالفي سي دايمنشن لحد الان؟ باختصار انه الفي سي دايمنشن بيلخص لي كل الماث الموجود بالسيستم تبعي. وانس انك حكيت انه الفي سي دايمنشن تبعي 15، انا بهمنيش كيف السيستم تبعك بيشتغل، بهمني اعرف بس انه 15، اوكي، معناته في عندي ليرنينج بالموضوع، اوكي، مشان هيك حصلنا على 15. معناته عندك انت 15 بارامتر، كيف حصلت عليهم بهمنيش، كيف السيستم تبعك بهمنيش، اوكي، بس انا بقدر اقول انه والله السيستم تبعي بقدر يعمل شاترينج لاي 15 بوينت، اي 15 بوينت بقدر اعملهم شاترينج. هاي الحلو بالفي سي دايمنشن، عملنا ابستراكت للماث تبع السيستم تبعي، اوكي. يعني اذا في عندي سيستم بيقدر يعمل شاترينج ل 10 بوينتس كويس، واذا عندي واحد ثاني بيقدر يعمل سيستم شاترينج ل 20 بوينتس، اوكي، كويس. شو معناه ال 20 بوينتس بقدر اعملهم شاترينج؟ معناته في مور ديجريز اوف فريدم، مور ديجريز اوف فريدم. مشان نشوف هالمثال صحيح ولا مش صحيح، خلينا نشوف المثال التالي. حسب المثال نرجع للبوزيتيف ريز، واعتقد اخذنا المثال هذا. بالنسبة للبوزيتيف ريز كان عندنا متغير واحد اسمه A، ومن الـ A وطالع كان البلس 1، ومن الـ A ونازل كان ماينس 1، صح ولا لا؟ أكبر وتساوي A كنا نحطها بلس 1، وأقل وتساوي أقل من A كنا نحطها ماينس 1. البوزيتيف ريز كان الـ VC dimension تبعها بيساوي 1، ليش؟ لأنه الـ K البريك بوينت كان 2، وقلنا الفي سي اقل بواحد، فبالتالي الفي سي تبعنا واحد. اكم بارامتر فيه؟ واحد، اللي هي الاي. اوكي؟ لو اخذنا البوزيتيف انترفلز على سبيل المثال، البوزيتيف انترفلز كان في قيمتين اي وبي داخلهم بوزيتيف، وخارج الانترفل هذا نيجاتيف، نيجاتيف، وهون نيجاتيف. اوكي؟ الـ VC dimension كان لا الـ positive intervals كان 2. كم بارامتر عندي هون؟ 2. اوكي؟ 2. لكن هاي مش قاعدة. قبل شوي هون بالسيستم ها حكينا انه اذا كان الـ VC dimension عندي على سبيل المثال 10، معناته number of parameters عندي او degrees of freedom 10. سكت شوي بعدين قلت لك على الأقل ممكن يكون عندي أكثر. كيف؟ خذ المثال التالي، أوكي؟ أسمي مثال، لو بدي أخذ النيورال نتورك، أوكي؟ النيورال نتورك كان في نود، وهاي إنبوت رقم، رقم 10 15 35 36 ونص، أسمي مثال رقم، بفوته على نود بضربه بدبليو، أوكي؟ وهاي السيستم هذا اللي هون بياخذ ثريشولدينج معين،
اوكي بس المثال هاي زيرو مثلا، هاي ماينس واحد، هاي بلس واحد، بياخذ ثريشولد معين ل x تايمز w، هاي خلينا نسميها w0، x تايمز w0 بيطلع رقم، هاي مثلا على سبيل المثال 15 والw0 هاي مثلا كانت 1.3 بالعشرة، 15 ضرب 1.3 بالعشرة بيطلع رقم، خذ ثريشولد معين على سبيل المثال بيطلع رقم اخر، هذا الاوتبوت اللي راح يطلع عندي هون. اوكي ف x تايمز w0 خذ ثريشولد معين لها، ثريشولد يعني اذا كانت اكبر من هالقد يعطيها صفر، اذا كانت اقل من هالقد يعطيها واحد، هذا بيسموه على سبيل المثال واحد من الثريشولد، او يعني في تان اتش على سبيل المثال فانكشن ممكن تستخدمه لحتى تاخذ ثريشولد معين له معادله بغض النظر، لكن الرقم اللي راح يطلع هون من صفر لواحد او من سالب واحد لواحد، هذا واضح جدا هون من سالب واحد لواحد الرقم راح يطلع هون بناء على الرقمين هذول لما اضربهم ببعض، اضربهم ببعض فوتن على ثريشولدنج معين بيطلع رقم عندك هون. فالنود هذا كلياته كم بارامتر فيه؟ W 0 والثريشولد تبعك قيمته، هاي تو بارامترز. طيب هذا لرقم واحد، برضه الاوتبوت اللي هون بدي اخذ له نود اخر وبدي اعمل ثريشولد اخر له. اوكي بدي اعمل ثريشولد اخر له، هاي ماينس واحد، هاي بلس واحد، وهاي زيرو، هذا بدي اسميه W1. اوكي فهاي الاوتبوت اللي هون W1 بدي اضربه ب W1، الاوتبوت من هذا النود بدي اضربه ب W1 وافوته على النود هذا واخذ ثريشولد معين. فبرضه هون عندي تو بارامترز. اوكي بدي برضه كمان اعمل نفس العمليه هاي اكررها. اوكي اكررها مره ومرتين وثلاث واربعه على سبيل المثال. هاي بالنيورال نتورك هيك بتشتغل النيورال نتورك، راح نجيها بالتفصيل. اوكي واخر شيء بيطلع عندي واي، هاي بلس 1 يا ماينس 1 راح تطلع عندي هون، هاي W1 هاي W2 هاي W3 على سبيل المثال. اوكي وهون في عندي بارامتر وهون في عندي بارامتر وهون في عندي بارامتر وهون في عندي بارامتر، كل السيستم هذا النمبر اوف بارامترز فيه 8. اوكي 8 بارامترز، كم ديجري اوف فريدم؟ كم ديجري اوف فريدم؟ 2 ديجريز اوف فريدم. ليش؟ انا بقدر من خلال رقم واحد يا اصنفه يا موجب يا اصنفه سالب، فبالتالي عندي 2 ديجريز اوف فريدم. اوكي فهون قبل شوي حكينا هون البارامترز هي ديجريز اوف فريدم، it turns out that انه number of parameters ممكن تكون اكبر من degrees of freedom، في فرق بيناتهم. degrees of freedom هي كفاءة السيستم، البارامترز قديش بده ياخذ input، كم متغير راح ياخذ السيستم تبعك. اوكي فمش كل البارامترز الموجودين عندي هون الثمانية كلهم effective، مش كلهم لهم دور رئيسي بعملية تحديد degrees of freedom plus one or minus one. فالdegrees of freedom هو number of effective parameters. Number of effective parameters. السيستم ممكن يكون في عندك parameters أكثر من degrees of freedom. كل السيستمز تقريبا. من السيستمز اللي بنقصد فيها هون؟ الhypothesis set اللي ممكن تستخدمها. ممكن تكون لها parameters أكثر من degrees of freedom. ال VC dimension بيوصف الـ degrees of freedom مش الـ number of parameters. قبل شوي هون حكينا انه الـ parameters هي نفس الـ degrees of freedom، لكن هون بالمثال هذا اكتشفنا انه الـ parameters ما بيساوي الـ degrees of freedom. الـ degrees of freedom قديش السيستم تبعك بيقدر يعمل shattering هذا؟ 2 plus 1 و minus 1. اوكي لنقطة واحدة، ليش؟ لأن الـ x له نقطة واحدة. لكن كم بارامتر مررنا فيها الرقم هذا اللي هو 15؟ 8. هل الثمانية هي degrees of freedom؟ الجواب لا. اوكي الجواب لا. فبالتالي ال VC dimension، اكتب هون الملاحظة هاي، ال VC dimension بيساوي ال effective
الإفكتيف نمبر of parameters number of parameters مش عدد البارامترز تبعات السيستم. ممكن البارامترز تبعات السيستم يكونوا أكثر، ممكن متساويات، بس مستحيل يكونوا أقل. إذا كان الـ DC dimension عندك 10، مستحيل الـ number of parameters عندك بالسيستم يكونوا أقل من 10، ممكن يكونوا أكثر، ممكن يكون 11 12 13، ممكن يكونوا 10، ممكن يكون 20 100 200 ما بهمنيش. بس انا لما اعرف انه الفي سي دايمنشن عندي 10، معناته على الاقل النمبر اوف افكتيف نمبر اوف بارامترز للسيستم تبعي راح يكونوا 10. اوكي، ففي فرق بين النمبر اوف بارامترز والديجريز اوف فريدم. طيب هيا نرجع سعيات ل الهيفدينج انيكواليتي. الهيفدينج انيكواليتي كانت كالتالي: P لا الابسوليوت فاليو للاي ام اوف جي ناقص الاي اوت اوف جي، اخر واحدة اخذناها اوكي لما بدلنا الام سمول اللي هو سميناه الجروث فانكشن، اقل او تساوي 4 ام اتش او 2 ان، هاي اخر واحده كتبناها، اي قوه ماينس ثمن ابسيلون سكوير ان. اوكي، خلينا ناخذ على هذا على جنب. المقصود هذا بدي اقيس من خلال الهيفدينج انيكواليتي، بدي اقيس انا فور سبيسيفيك بيرفورمانس، مشان احصل على بيرفورمانس معين قديش بدي ان. لاحظ هون شو قاعد بنحكي، هاي سيستم، هاي الطريقه هاي راح نتبعها باي نظام راح تشتغل عليه انت بأي فترة من الزمن. نعرف احنا الـ VC dimension للسيستم تبعي، فمشان تعرف او مشان يكون في عندك specific performance لازم تكون عارف قديش عدد السامبلز او data points تبعاتك، اقل عدد من السامبلز data points تبعاتك مشان تحصل على الـ performance اللي انت بدك اياه، الـ intended performance. اوكي، هسه على سبيل المثال هون بالمعادله هاي في عندي ايبسيلون هون، اوكي، وهاي كلياتها بدي اسميها سيجما. اوكي، بدي اسميها سيجما. هاي الابروكسيميشن، اوكي، هسه بناخذ عليها مثال، وهاي البروبابيليتي، والبروبابيليتي لازم تكون أقل من واحد، وكل ما كانت قليلة القيمة هاي كل ما كان أفضل. قديش راح تكون قليلة؟ كل ما كانت أقرب للصفر كل ما كان عندي الليرنينج أحسن، صح ولا لا؟ كل ما كان عندي الليرنينج، كل ما كان عندي البروبابيليتي أقل كل ما كان عندي الليرنينج أفضل. فبالتالي مثلا على سبيل المثال إذا الابروكسيميشن تبعي كان بيساوي 0.1 والبروبابيليتي اللي انا بدي اياها اللي هي السيجما، اوكي، اللي هي السيجما بتساوي على سبيل المثال 95%. فشو المقصود فيها هاي؟ اوكي، المقصود فيها انه بدي الفرق بين الاي ان والاي اوت ما يكون أكبر من 1% 95% من الوقت، 95% من الوقت. طبعاً هاي السيجما راح تكون 5%، فمشان هيك راح تكون أنت 95% probably correct، مش 95% 5%. أوكي، فالرقم هذا هون كلياته 5%، فمعناته أنت 95% واثق confident
انه الحكي هذا صح. شو هذا الحكي؟ انه الفرق بين الاي ان والاي اوت راح يكون القيمة المطلقة بيناتهم ما راح يكون راح يكون اقل من ابسيلون اللي هي الواحد بالعشرة، اقل او تساوي طبعا ابسيلون. هسه معناته اذا بدك سيرتن ابسيلون اوكي وسيرتن دلتا، كيف بدي احصل على الان؟ وشو علاقة الان بالفي سي دايمنشن؟ هسه بدنا ندرس علاقة الابسيلون والسيجما اللي هي القيمة هاي كلياتها، ومن خلالها بدي احدد الان اوكي وبدي الفي سي دايمنشن تبعي هون مشان اعرف قديش عدد الان. شو الان؟ المينيمم نمبر اوف داتا بوينتس، المينيمم نمبر اوف داتا بوينتس اوكي. واضح شو المقصود من فيها؟ هاي الجملة هي المقصود فيها probably approximately correct back statement سميناها جزء أول محاضرة يا ثاني محاضرة. probably approximately correct 95% probably that إنه الفرق بين الـ EN والـ EOUT approximately 0.1 is correct 95%. يعني في مجال للخطأ لسه، لكن هذا المجال للخطأ قليل جدا قليل جدا. مين اللي بيحدده؟ السيجما، هي البرفورمانس تبعتنا. السيجما والإبسيلون أكيد، إذا تغير الإبسيلون أكيد راح تغير السيجما. هسه مشان أدرس المعادلة هاي، بدنا ندرس المعادلة هاي، بدي أبسطها مشان أو بدي أبسطها لفانكشن قريب من الفانكشن هذا اللي هون على اليمين، وبدي أدرس هذا الفانكشن ومن خلاله بدي أشتق طريقة معينة لحد أحدد الآن. وبدي أخذ كالتالي N أس D أوكي E هو ماينس N، هاي فانكشن تبع هذا F of N، F of N أوكي بتساوي N أس D E قوى ماينس N. D هاي اللي عندي هون اللي هي الـ VC Dimension. إذا نرجع مع بعض محاضرتين أو محاضرة لورا حكينا إنه الـ Growth Function هاد Polynomial أعلى أس فيه اللي هو D اللي هي سميناها K-1، أعلى أس كان فيها K-1 اللي هي D اللي هي الـ VC Dimension. فبسطنا القيمة هاي كلياتها مشان ما أدرس قديش القيمة بالضبط، جبنا function شبيه فيها الـ growth function أعلى أس فيه N أس D، وهذا بدل ما أكتب الثمن E epsilon square كتبت E أس minus N فقط زي هيك، بس مشان أدرسه وأشوف شو الـ trade off بين الـ N والـ N أس D. عندي two functions، هذا polynomial وهذا عندي negative exponent، فبدي أشوف علاقته كل ما زدنا أن شو اللي قاعد بصير. طبعا هذا مش polynomial، هذا بنسميه monomial لأنه حد واحد مش متعدد حدود، حد واحد اللي هو N أس D وهذا negative exponential. فبالتالي الاثنين بدي أغير الأن وأشوف رسمته شو اللي بصير فيها وأحدد وين أنا الفترة اللي أنا مهتم فيها. طبعاً هاي أنا عملت imitate، شبهت الفانكشن هذا اللي هون اللي هو 4 ضرب الgrowth function 2n e epsilon 1 minus 1 على ثمن. بدي أدرس علاقة negative exponent مع monomial n أس D، بدي أدرس علاقتهم مع بعضهم البعض. من خلال العلاقة هاي بدي أشوف قديش قيمة الان لازم تكون لحتى احصل على 95% مثلا اوكي. فما بدي ادرس الفانكشن نفسه بالضبط، بدي ادرس فانكشن شبيه فيه. عشان ندرس الفانكشن هذا بدي ارسمه، نرسمه بالطريقة التالية اوكي. هاي عندي هنا ان، هاي واحد اثنين ثلاث أربعة وهلو مجرة
هاي قيمة الان وهاي هون قيمة البروبابيليتي تبعتها. هاي صفر، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي الاف اوف ان يعني هاي هون اف اوف ان وهاي قيمة الان. شو قيمة شو الاف اوف ان تبعنا اللي بدنا ندرسه هون احنا اللي هو ان اس دي اوكي ابسيلون او ماينس ان اوكي ان اس دي هو ابسيلون ماينس ان. لو قلنا مثلا الدي بتساوي 4 اوكي الدي بتساوي 4 معناته الفانكشن تبعي راح يصير ان اس 4 اي قوة ماينس ان. طب اذا كانت واحد هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي اربعة كل مرة بدي ارسم قداش قيمة الاحتمال تبعي هذا اللي هون اوكي. فخلينا نحط مثلا هاي باللون الاحمر اوكي. لما تكون ان اس اربعة اي قوة ماينس ان النيجاتيف اكسبون لاحظ هنا عندي مونونوميال ان اس 4 ونيجاتيف اكسبوننشال اي قوى ماينس ان. احنا حكينا دائما انه نيجاتيف اكسبوننشال باي انكريزينج ذا سايز اوف ان ات ويل كيلز ان اس 4 اللي هو البولينوميال هذا وانه المونونوميال الموجود عندي هون اللي هو ان اس 4 اوكي. فبالتالي رسمته راح تكون كالتالي هيك اوكي. هاي هيك اوكي تقريبا زي هيك الخط اعتبرها خط مستقيم الثاني. شو المقصود فيها هون as we increase and up to 5 as we increase and up to 5 هاي الماكسيمم بوينت عند النقطة n بتساوي 5 على سبيل المثال اوكي. قيمة الـ n أس 4 كان أكبر من قيمة الـ negative exponential عند الـ n أس 5. لما زادت الـ n صارت 6 7 8 9 10 صار الـ e أو أس ماينس n e قوة ماينس 6 القيمة هاي صارت تنقص بقيمة الـ n أس 4. فبعد نقطة معينة على سبيل المثال هاي اللي هون مثلا لنفرض إنها 12 مثلا صارت القيمة هاي أقل من واحد. واضح شو المقصود بالنقطة هاي؟ هون المنطقة هاي خلينا نحط باللون الأخضر هاي. هاي المنطقة تبعتي هون هي الـ interested region تبعتي. متى الـ شو الـ interested region تبعتي معناها؟ الـ interested region معناته تبعتي هاي متى الـ function هاد بتصير قيمته أقل من واحد زي ما حكينا هاي اللي هو اللي هي probability هاي هاي probability اللي هي على اليمين. فالقيمة هاي بدي إياها أقل ما يمكن فلازم تكون تحت الواحد مشان أقدر أقول إن والله probability تبعها خمسة. بالله شو يعني خمسة probability؟ تقعد تقول probability وإحنا طول عمرنا بنعرف إنه probability بين صفر وواحد لكن هون probability طلعت معي خمسة معناته عمرك ما راح تصير عمره ما السيستم تبعك هذا رح يصير كويس صح ولا لا؟ فبالتالي probability تبعك مشان السيستم تبعك يكون كويس لازم تكون أقل من واحد. كل ما كانت قريبة على الصفر كل ما كان أفضل. يعني كل ما كان النيجاتيف exponential بقلل من الان أس 4 كل ما كان أفضل معناته إحنا interested بالريجن هاي لما صار الفانكشن قيمته أقل من واحد صرنا interested بالريجن هاي تبعك هذا للان أس 4. طيب لو كانت الان اس 5 خلينا ناخذ قيمه ثانيه اوكي ان اس 5 اي قوى ماينس ان ان اس 5 اقوى من ان اس 4 فبالتالي الفانكشن راح يطول لحتى يتناقص هيك معناها صح ولا لا؟ فبالتالي لو بدي ارسمها هون خلينا نرسمها بلون هذا اوكي. فهذا راح يكون شكله كالتالي اوكي ايوه هيك صارت اقل من واحد
فمتى صارت أقل من واحد؟ من هون صارت أقل من واحد، صارت أقل من واحد هون، هاي عند 12، هاي مثلا صارت عند مثلا 22 مثلا، صارت أقل من واحد. فالانترستد ريجن تبعتي من هون وطالع، من هون وطالع. شو معنى من هون وطالع؟ يعني إذا كان عندك الباور تبعك خمسة، الأنقص خمسة، إذا كان البي سي دايمنشن تبعك خمسة، معناته الأن تبعتك لازم يكون أقل إشي 22. ليش؟ مشان الفانكشن تبعنا الجروث فانكشن ضرب أربعة ضرب النيجاتيف إكسبوننشال هار تكون القيمة هاي أقل من واحد، فبالتالي رح يصير في عندك ليرنينج لازم. ففي علاقة بين البي سي دايمنشن والأن تبعتنا. واضح الرسمة هاي شو مقصود فيها؟ تمام؟ أوكي. طيب مشان ندرس الشغلة هاي أكثر، أوكي؟ خلينا نعطي مثال، نعمل الشغلة التالية. لأن أس دي بدي أرسم الفانكشن ها بطريقة ثانية، أوكي؟ بدي أشوف how n changes by d. شو علاقة ال n وال d؟ إحنا هون كل ما نزيد ال d زدنا ال d واحد، ال n أو زادت مشان أصل للبرفورمانس اللي أنا بدي إياه. أوكي؟ for specific performance على سبيل المثال، افرض ان السبيسيفيك بيرفورمانس تبعك نص، اوكي، او 0.5، هاي البروبابيليتي اللي انت بدك اياها. فاذا كانت دي 4، قديش الان لازم يكون مشان اوصل لنص؟ لنفرض انها 12. اذا بدك توصل انت نص وكانت دي 5، فمعناته قديش لازم الان تكون عندي لنفرض انه 22. وهل مجرا اذا هسه شو بدي اسوي؟ بدي اشوف علاقه الان مع الدي، علاقة الان مع الدي. بدي اعمل فيكس للان اس دي اي قوى ماينس ان لسمولر فاليو، لنفرض انها مثلا سوي مثال 1 بالعشرة او نص او 2 بالعشرة، اوكي، بغض النظر قديش. فهون بدي افرض على سبيل المثال، بدي افرض انه هاي بتساوي 0.2 مثلا، بدي اثبتها، ثبتناها. هسا شو بدي ارسم؟ بدي ارسم الان اس دي اي قوى ماينس ان مع تغيير الان والدي. بس مشان اغيرهم بيطلع عندي رسم التالي، اوكي، هاي على سبيل المثال 10 اس 5، اوكي، وهون عندي 10 اس ماينس 5، وهاي هون مثلا 10 اس 5، 10 اس 7 على سبيل المثال، وهون 10 اس 9. اوكي، خلينا نشوف الاول واحد، خلينا نشوف اول واحد. بدي اشوف اول واحد اللي باللون الازرق هذا، ان اس 5 اي قوى ماينس ان. هذا لو يجي رسمته هون وناخذ القيمه تبعته واطلع اللوج الها مشان ارسم اللوج تبعتها، بيطلع الفانكشن عندي بالطريقه هاي. طبعا هاي هون مثلا 20، اوكي، هاي هون 40، عندي هون 60، 80، 100 120، 140، 160، 180. اوكي، اخر واحد هون مثلا 200. اوكي، خلينا نشوف الرسمه هاي كيف راح تكون اذا كان عندي الان اس 5. راح يكون تقريبا شكلها كالتالي، هاي صفر، اوكي، هون، اوكي، هاي الان، وهاي قيمه الفانكشن، هاي لوج للفانكشن، هذا لوج لان اس 5 اي قوى ماينس، اخذنا اللوج لها مشان الارقام تطلع قليل. اوكي، راح يطلع شكله كالتالي،
شو معناها هون؟ انه المنطقة الانترستد ريجين تبعتي هاي تحت لما يصير الفانكشن تحت الخط هاد. اوكي؟ احنا سالب او 10 اس سالب 5 المقصود فيها مش 2 بالعشرة، 10 اس سالب 5 اللي هي 0.00001 10 اس سالب 5. اوكي؟ يعني 1 اضربها 10 على 1 تقسيم 10 10,000. اوكي؟ 1 بال 10,000 او بال 100,000، 1 بال 100,000. اوكي؟ مشان احصل على البيرفورمانس هات تبعي، متى راح احصل عليه؟ لما الفانكشن تبعي ان اس 5 هاد يصير تحت الخط هاد. متى صار تحت الخط هاد؟ عند الان لما تكون اكثر من على سبيل المثال 30 او 35 مثلا. من 35 وطالع حصلنا على البيرفورمانس اللي انا بدي اياه. طيب خلينا ناخذ فانكشن اخر واللون بلون اخر، على سبيل المثال رقم 2 كان ان اس 10 اي قوى ماينس ان. لما تكون الان اس 10 قوى اي قوى ماينس ان راح يكون تقريبا زي هيك. اوكي؟ تقريبا زي هيك. هاي ان اس 10. طيب خذ واحد ثاني مشان تحصل على نفس البيرفورمانس، معناته هون على ان اس 10 قديش معناته الان تبعتك لازم تكون على سبيل المثال 50 مثلا. طيب خذ واحد ثالث، شو بنختار اللون؟ هذا اسود. اوكي رقم 3 على سبيل المثال ان اس 15 اي قوى ماينس ان. احنا قاعدين بنغير الدي والقيمه هاي ثابته عند لنفس القيمه هاي، متى راح احصل على البيرفورمانس تبعي؟ ان اس 15 راح يكون تقريبا هيك. اوكي هاي هون 80. متى حصلت انا على 10 اس ناقص 5 او اقل عند النقطه هاي؟ لنفرض انها مثلا كانت 65 مثلا، وهلو مجرا ظلك زيد الان 5 5 5 5. لاحظ هون الفرق بين اول وحده ان اس 5 وهذا ان اس 10 وهذا ان اس 15. الفرق بيناتهم من هون لهون ومن هون لهون ومش قد بعض على الضبط 100%، لكن بقدر اقول الفرق بيناتهم، الفرق بيناتهم تقريبا لينير، تقريبا لينير بغض النظر قديش الرقم بالضبط 100%، بس تقريبا لينير. فمشان احصل على البيرفورمانس اللي انا بدي اياه اللي هو اقل من 10 اس سالب 5 اللي هو هذا الرقم. اوكي فالفرق بيناتهم لما درسنا العمليه هاي الفرق بيناتهم لينير. الفرق بيناتهم مين اللي غيرنا؟ غيرنا الدي. وبالرسم هاي اللي هون شفنا انه في علاقه بين الان والاف وفان، متى راح احصل على البيرفورمانس اللي انا بدي اياه؟ كل ما نزيد الان وكل ما نزيد الدي اكيد راح احصل على البيرفورمانس اللي انا بدي اياه لنقطه معينه. فبالتالي الان لها علاقه مع الدي نفسها، الان لها علاقه مع الدي. فمعناته قديش الان لازم تكون اكبر من قديش؟ اكبر وتساوي قديش القيمه هاي اللي هون مشان تحصل على السيم بيرفورمانس. اوكي هسه هاي مش قاعده رياضيه، لكن قاعده بقدر استند عليها من خلال البراكتيكال، النتيجه طلعت معي. مش قاعده رياضيه لكنها قاعده بقدر استند عليها براكتيكال، وما بتقل اهميتها عن القاعده الرياضيه. القاعده راح نكتبها هون اللي هي 10 تايمز الدي في سي. فالمينيمم نمبر اوف بوينتس ريكوايرد فور سيرتن بيرفورمانس شود بي 10 تايمز النمبر اوف في سي دايمنشن. فاذا واحد قال لك الفي سي دايمنشن عندي للسيستم
7. معنى هالحكي انه لازم يكون عندك تقريبا 70 داتا بوينتس على الاقل مشان تحصل على سبيسيفيك بيرفورمانس انت بدك اياه. اوكي، هسه قديش البيرفورمانس الامور هاي كلياتها كل ما هنالك عوض بالمعادله هاي بتعرف قديش البيرفورمانس اللي لازم يكون تبعك سيرتن بروبابلي وبروكسيميتلي. هذول ما ننساهم، هاي بروكسيميتلي وهذول بروبابيليتي تبعتك. اذا واحد على سبيل المثال قال لك انا بدي السيستم تبعي يكون 95% صح، ما دام 95% صح معناته السيجما تبعتك لازم تكون 5% مشان 95% تبعتك تكون صح. هسه كمان لها حسبه ثانيه، لكن الخلاصه اللي طلعنا فيها هون انه في علاقه بين الفي سي دايمنشن والمينيمم نمبر اوف داتا بوينتس ريكوايرد لحتى احصل على البيرفورمانس، على سبيسيفيك بيرفورمانس تبعي او سيرتن بيرفورمانس تبعي، بعد ما حللنا العمليه هاي كلياتها. هسه السبريد هاي الموجوده عندي هون لها علاقه بالابسلون الموجوده عندي بالمعادله. السبريد ثابت تقريبا، السبريد ثابت يعني لينيا، الفرق بين الازرق والاحمر والاسود هاي السبريد مقصود فيها لينيا، تقريبا لينيا. قديش بالضبط ما بهمنيش، بس يعني بقدر اقربها انها على اساس انها القيمه هاي لينير. هاي معناته في certain proportionality between the VC dimension and number of examples to achieve certain level of performance. مشان تحصل على certain level of performance لازم عدد السامبلز اللي يكون عندك 10 ضرب ال VC dimension. طبعا ليش 10؟ ليش مش 20؟ ليش مش 30؟ في ناس بتقول لك 20 لازم يكون، في ناس تقول لك 25، في ناس تقول لك 4. اوكي، احنا راح نستخدم بالكورس هذا 10. كل ما كانت اكثر عدد السامبلز اللي راح تكون عندك موجودين عندك راح يكون اكثر من كل ما كانوا اكثر كل ما كانوا افضل، لكن على الاقل لازم يكونوا 10 تايمز البي سي دايمنشن تبع الهايبوثيسيس ست اللي انت راح تستخدمها. مثلا السبورت فيكتور ماشين الفي سي دايمنشن تبعك 17 مثلا لسيستم معين، طبعا بيختلف حسب البروبلم. الفي سي السبورت فيكتور ماشين 17 في 10 170، هل عندك 170 داتا بوينتس؟ عندي اكثر. اوكي، احنا بالبزنس، خليني اعطيني الداتا تبعتك بقدر اعمل لك ليرنينج. اذا عندك اقل من هالقد ما بضمن، جزء ما يطلعش عندي ليرنينج بالموضوع، النتائج تبعتي راح تطلع مغلوطه. هاي المقصود فيها. مثلا على سبيل المثال واحد قال لك بدي استخدم نيورال نتورك، نيورال نتورك اوكي على عيني وراسي، قديش الفي سي دايمنشن تبعت نيورال نتورك تبعتك؟ الفي سي دايمنشن لها علاقه بالنمبر اوف افكتيف بارامترز للنيورال نتورك مش النمبر اوف بارامترز. في نيورال نتوركس على سبيل المثال 25 مليون بارامتر فيها، في 150 مليون بارامتر للنيورال نتورك زي السي ان ان على سبيل المثال. اذا صحنا وشفنا شو السي ان ان، السي ان ان على سبيل المثال واحده من نيورال نتوركس الديب ليرنينج على سبيل المثال. الديب ليرنينج هاي فيها 150 بارامتر، هل معناته انه الفي سي دايمنشن تبع 150 مليون؟ الجواب لا، راح يكون اقل من هيك. ليش؟ لانه له علاقه بالنمبر اوف افكتيف بارامترز للسيستم تبعك. لنفرض تبعك على سبيل المثال مثلا 1000 الفي سي دايمنشن. اوكي ممتاز، 1000 في 10 معناته 10000، معناته مشان اعمل ليرنينج للنيورال نتورك تبعتك هاي لازم يكون النمبر اوف سامبلز او داتا بوينتس تبعتك على الاقل 10000 سامبل. هل عندك 10000 سامبل؟ الجواب لا، بقول لك معناته يفتح الله ما بقدر اعمل لك سيستم لحتى يوصل لحتى نحصل على البيرفورمانس اللي انت بدك اياه. واضح شو القصه هون؟ شو علاقه الفي سي دايمنشن بالنمبر اوف سامبل داتا بوينتس ذات ار ريكوايرد تو اتشيف سيرتن ليفل of performance, certain performance level. حد يلو ايات سؤال ايات استفسار؟ اوكي. لا ما كملناش. كيب. هنحط لنا كمان سلايدين هون. اوكي. طيب. هسه هون في شغلة بس خلينا نركز عليها. خلينا نرد نرجع لا الهيرتنج انيكواليتي اللي هي البروبابيليتي لا الابسوليت فاليو اي اوت
minus en اوكي اكبر من epsilon بدي لي probability تبعتها تكون اقل او تساوي 4 m h ل 2 e قوى minus ثمن epsilon square times n. هسه هاي كلياتها حكينا سميناها سيجما اوكي، وهاي الابسلون عندي هون. هسه شو بدي احسب؟ بدي احسب كالتالي جيت قديش الفاليو للابسلون ان تيرمز اوكي ان تيرمز اوف سيجما تبعتها، يعني كل راس مالها. بس انت تقول لي انا بدي احصل على 95%، بدي اكون كونفيدنت انه 95% انه النتائج تبعتي صحيحه، انه في عندي ليرنينج بالموضوع. بقول لك اوكي ممتاز، معناته السيجما تبعتي 95%، معناته السيجما تبعتي 95%، واحد ناقص السيجما تبعتي 5%. هذا القيمه، هاي مش السيجما تبعتي، واحد ناقص السيجما تبعتي هي ال 95%، واحد ناقص السيجما تبعتي 5%، معناته هاي القيمه كلياتها لازم تكون 5%. ليش هاي؟ لانه البروبابيلتي للباد ايفنت هاي لانه الحكي تبعك يطلع غلط راح يكون 5%، بدي اياها يكون اقل من 5%. طيب هاي كلياتها سميناها سيجما، بدي احسب ابسلون باستخدام سيجما. هذا بدي اسوي ابسلون باستخدام سيجما. خليكم سيجما بتساوي 4 M H لا 2N Epsilon قوة minus 8 هاي حسب اللي فرضناه Epsilon square N أوكي. هسا أنا بدي أحصل على Epsilon، هيها هون Epsilon أوكي. Epsilon بالأس مشان أنزلها عن الأس، أنزلها عن الإكسبوننت هاد، بدي أخذ اللين، اللين للطرفين، اللين لهاي واللين لهاي اوكي. فشو بدها تصير؟ كالتالي بده يصير عندي اللين لسيجما بتساوي اللين ل 4 ام اتش 2 ان اوكي زائد اللين لإي قوة ماينس ثمن. الضرب لما تأخذ اللين لمجموع كميتين ضرب بصير زائد إبسلون سكوير أن، وهاي بتساوي اللين لسيجما اللين لأربعة أن أتش أتش هالقد 2 أن ناقص ثمن إبسلون سكوير أن. هاي الأس كلياته بنزل لهون واللين للإي واحد بتروح أوكي. طيب تمام، هسا أنا شو بدي إياه؟ بدي بس الإبسلون هون لحالها، بدي إياها تكون على طرف لحالها والباقي كلياته على الطرف الثاني أوكي. فهاي شو راح أساوي هون؟ راح تكون كالتالي، بدي انقل هاي لهون واضرب سالب واحد، او انقل بدي انقل هاي الطرف لهون وهاي انقلها لهون. شو بدها تصير؟ ماينس عفوا بلس ثمن اوكي ابسلون سكوير ان بتساوي اللين لأربعة ام اتش 2 ان اوكي ناقص اللين للسيجما، صح ولا لا؟ ناقص اللين للسيجما اضرب بثمانية، ما ضلش حدا هون اوكي، واقسم واقسم على ان، اضرب بثمانية واقسم على ان، ضرب ثمانية تقسيم ان، عشان هاي ما حيتروح وهاي ما حيتروح. شو بضاف بصفي عندك؟ ابسلون سكوير
بتساوي 8 على n ضرب القيمة هاي كلياتها اللي هي طبعا لين لقيمة ناقص لين لقيمة ثانية بصير لين هاي بالبسط وهاي بالمقام تقسيم 4 m h ل 2n تقسيم سيجما اللين لها كلياتها وهاي القوة سبعة الثمانية هج. وأنا عندي هون إبسلون سكوير فمشان تصير إبسلون خذ الجذر للقيمة هاي كلياتها فهاي القيمة هي قيمة الإبسلون حدد لي قديش قيمة السيجما أنا بعطيك قيمة الإبسلون هيك معناها أوكي صح ولا لا حدد لي قيمة السيجما قول لي مثلا أنا بدي أكون 95% لسيرتن performance level على سبيل المثال بدي 95% إذا 95% ممتاز عوض ال 95% هون بالمعادلة هاي بيطلع معك قديش الإبسلون لازم تكون أوكي طبعا السيجما واحد ناقص ال 95% الكونفيدنس تبعك يعني with probability أكبر أو تساوي واحد ناقص 95% واحد ناقص سيجما عندك القيمة هاي صحيحة أو هاي كلياتها إبسلون هاي القيمة بدي أسميها أوميجا أوكي هاي القيمة بدي أسميها أوميجا فبالتالي الفرق بين الـ E out الـ absolute value بين الـ E out minus E in minus الـ E in أقل أو تساوي أوميجا القيمة هاي والقيمة هاي على شو بتعتمد؟ تعتمد على الان الان فيها المتغير و الاتش اللي هي الهايبوثيسيس ست تبعتك اللي هي من وين جبناها؟ هي هون اوكي؟ و السيجما والسيجما بنعرف شو هي اذا الاوميجا هاي قيمة الابسلون بتعتمد على ثلاث شغلات قديش الان؟ شو الهايبوثيسيس ست تبعتك اللي من خلالها راح احسب انا الجروث فانكشن الجروث فانكشن لهايبوثيسيس ست معين صح ولا لا وقديش السيجما تبعتك قديش البيرفورمانس اللي بدك اياه السبيسيفيك بروبابيليتي عفوا اللي بدك اياه اللي هي مثلا بدك 95% معناته السيجما راح تكون 5% وهي ذاكرين بالاحصاء بيستخدموا الرقم هذا 5% واحد بسموه الالفا اوكي فبالتالي هاي السيجما تبعتك هي الالفا مثلا على سبيل المثال بالاحصاء فالاي اوت ماينس الاي ان الابسولوت فاليو تبعهم راح يكون اقل او تساوي القيمه هاي اقل او تساوي الاوميجا هاي اللي عندي هون الاوميجا اللي بتعتمد على ثلاث شغلات الان والاتش والسيجما الان والاتش والسيجما طيب هون بدي اعمل كمان شغله ثانيه بدي اخذ كالتالي الـ E out minus الـ E in اوكي اقل او تساوي اوميجا لحالها بديش احط N و H و سيجما هاي شو بتختلف عن قبليها؟ بتختلف عن قبليها انه هون كان في عندي absolute value هون قمناها هاي هو النقطة الأوميجا هون N و H و سيجما هون قمناهم بدي أخذ بس إنه الأوميجا بغض النظر قدر يعني شو القيمة بالضبط بس إنه بدي أخذ الأوميجا وبنعرف شو هي الأوميجا طيب هل بقدر أقيم أنا الأبسوليت فاليو هون عن الـ EN والـ E out هل هاي راح تكون صحيحة؟ هون بقول لك إحصائيا غالبية المرات السامبل إيرور راح يطلع أقل من السامبل من الإيرور بالسبيس كامل ممكن يطلع أكثر لكن احتماليته قليلة جدا احتماليته قليلة جدا ليش طيب لعاد جبنا الأبسوليوت فاليو هاي مدام أصلا في احتمال أنه ممكن يكون أكبر لحتى أدرس العلاقة بين الـ EN والـ E out وعلاقتها مع الأوميجا اللي من خلالها بقدر أحدد الإبسلون أوكي فهون with probability with probability أكبر أو تساوي واحد ماينس أوميجا واحد عفوا ماينس سيجما
وبنعرف شو السيجما هاي اللي هون. اوكي شو راح يطلع عندي كنتيجة؟ كنتيجة راح تطلع عندي كالتالي: E out أقل أو تساوي، انقل الـ EN لهون بس، يعني الـ EN الـ EN زائد الأوميجا بالضبط، الـ EN minus الأوميجا minus أو عفواً plus الأوميجا مش minus plus الأوميجا. طب اطلع على العلاقة هاي اللي طلعناها، معناها إنه الايرور اللي بالسيستم راح يكون أقل من الايرور اللي بالسامبل زائد أوميجا. طب هل النتيجة كويسة هاي؟ طبعا هاي النتيجة عظيمة. ليش؟ لأنه الايرور اللي بالسيستم كامل، الايرور اللي هي الإي أوت ما بقدر أقيسها، لكن شو بقدر أقيس أنا؟ إي إن بقدر أقيسها، وشو كمان بقدر أقيس؟ هاي. طب شو هي هاي؟ هاي هي البرفورمانس تبعي، السيرتن بيرفورمانس تبعي. طب كيف بدي أقيسها هاي؟ هاي لقدام راح نحكي عنها، اللي هي regularization مش generalization، regularization regularization، واللي هي لها علاقة طبعاً. regularization هاي شو لها علاقة؟ بالN number of samples data أو data points اللي عندك، والH الhypothesis set تبعتك، والسيجما اللي هي قديش انت performance certain performance تبعك، الكون probability تبعتك اللي انت بدك اياها، تعتمد على الثلاثي هذول. هسا الN حطها على جنب والسيجما حطها على جنب. إذا كانت الأوميجا بتعتمد على الH، شو معناها؟ كل ما زادت الH كل ما الكمية هاي قلت، عفواً كل ما زادت الكمية هاي، كل ما زادت الكمبلكسيتي للH، الكمبلكسيتي للH كل ما الأوميجا قيمتها زادت. طلع عليها بالقيمة هاي اللي هون، لما تزيد الH معناته الgrowth function تبعها راح يزيد. إذا زدنا الكمبلكسيتي تبع الH، الH اللي هي إيش؟ الهايبوثيسيس ست تبعتك. إذا زدنا الكومبلكسيتي تبعتها، شو يعني زدنا الكومبلكسيتي تبعتها؟ يعني صارت قادرة لحتى تمثل دايكوتوميز أكثر بين قوسين، معناته الجروث فانكشن تبعك صار أكبر. بين قوسين الجروث فانكشن بالمعادلة هاي جاي بالبسط، فبالتالي كل ما كان البسط أكبر كل ما كانت الكمية هاي أكبر، فبالتالي كل ما كانت الهايبوثيسيس ست تبعتك بتكون قادرة على حتى تعمل دايكوتوميز أكثر معنى ذلك إنه الجروث فانكشن تبعك راح يكون أكبر، وكونه الجروث فانكشن بالبسط هون معناته كمية الإبسلون راح تكون أكبر، الكمية راح تطلع من هون معناته أكبر. فالعلاقة بين الأوميجا والهايبوثيسيس ست علاقة طردية، بين الأوميجا والهايبوثيسيس ست علاقة طردية، بين السيجما والهايبوثيسيس ست علاقة عكسية. كل ما قللت السيجما الأوميجا راح تزيد. يعني إذا بدك performance 90% راح يطلع معك سيجما، وperformance آخر 95% راح يطلع معك سيجما ثانية. مباشرة أنت لنفس الهايبوثيسيس ست، خلينا نفترض لنفس الآن، مين السيجما تبعته راح تكون أفضل؟ مين جاوبني؟ أو مين راح أسس السيجما تبعت الأوميجا تبعته راح تكون أكبر؟ أوكي؟ خلينا نكتبها هون مثال هذا. أوكي؟ For same value of N for the same hypothesis set، إذا كانت السيجما على سبيل المثال بتساوي لو لسيستم 5% سيجما واحد، سيجما واحد وسيجما اثنين كانت بتساوي 10%. أوكي أنا بدي أقيس الأوميجا، مين الأوميجا إلها أكثر، سيجما واحد ولا سيجما اثنين؟ مين يقول لي؟ سيجما واحد. سيجما واحد ليش؟ لأنها أقل، لأن العلاقة بيناتهم عكسية بكل بساطة، لأنه السيجما موجودة بالمقام تبع اللين.
كل ما زاد المقام كل ما الكمية هاي قلت. أوكي؟ كل ما زاد المقام كل ما الكمية هاي قلت. والرقم هذا اللي عندي fractions. أوكي؟ فالفراكشن كل ما كان أقل كل ما كان أكثر. هاي معناها. أوكي؟ فبالتالي الخمسة بالمية بالمقام أقل أكثر من لما تكون 10% عندي بالمقام. فبالتالي الأوميجا الناتجة، العلاقة بين أوميجا وسيجما علاقة عكسية، لكن العلاقة بين أوميجا وH الهايبوثيسيس ست علاقة طردية. طب H الهايبوثيسيس ست كل ما كانت كومبليكس كل ما كان السيستم تبعك قادر لحتى يعمل دايكوتوميز أكثر، فبالتالي الجروث فانكشن تبعك راح يكون أكثر، فبالتالي الإي أوت تبعتك الإي أوت راح تكون bounded by الايرور اللي راح يكون عندك موجود بالسيستم زائد الأوميجا اللي راح تعتمد على الثلاث شغلات هذولا. طيب من خلال المعادلة هاي بقدر أكتشف أكثر من شغلة. إذا بزيد الـ EN كويس ولا مش كويس؟ مين يقول لي؟ إذا زدنا الـ EN كويس إني أزيد الـ EN؟ شو يعني أزيد الـ EN؟ يعني الـ Error اللي بالسامبل أزيده. كويس إني أزيد الـ Error اللي بالسامبل؟ لا طبعاً. لا طبعاً بالضبط. طيب الـ Regularization هاي اللي هون بتعتمد على ثلاث شغلات، على الـ N والH والسيجما، صح ولا لا؟ طيب لاحظ هون عندي هايبوثيسيس ست معقد كثير، اوكي، معناته قيمه الاوميجا عاليه. كل ما تكون معقده اكثر الهايبوثيسيس ست كل ما قدرت احصل على الايرور بالسامبل اقل. افرض انه الايرور بالسامبل عندي راح يكون صفر لاني استخدمت هايبوثيسيس ست ممتاز كثير، الفي سي دايمنشن لها عالي تبعها كثير ممتاز، فبالتالي الهايبوثيسيس ست تبعتي نتج عنها انه اعمل شاترنج لكل البوينتس ان اللي عندي موجودات، فبالتالي الاي ان تبعي صار صفر. هاي صفر هون، اوكي. طيب انت عندك سيستم معين بلحظه معينه من الزمن انت ما بتقيس الا غير بس الاي ان، الاوميجا هاي ما بتقيسها، ما بتقيس الاوميجا هاي بالمره. طيب لما يطلع معك السيستم الايرور بالسامبل صفر، هل معنى السيستم تبعك هذا كويس؟ مين يجاوبني على السؤال هذا؟ وما قسنا الأوميجا. قسنا الـ EN لحالها؟ قسنا بس الـ EN. الـ EN طلعت معي صفر. هل خلص هيك طلعت النتيجة إنه والله أنا السيستم تبعي بيرفكت؟ لا طبعاً. لا دكتور. ماش دخل. ليش؟ الـ EN عبارة عن سامبل، زي على الحظ بتعتمد. يعني لا. صدفة زبطت معه مثلاً. أما ما قست الـ population كامل. والهدف تبعي انا ليش انا عملت السيستم تبعي؟ مشان اطبقه على داتا مش موجوده عندي، صح ولا لا؟ الداتا الموجوده عندي لقيت لك عليها هايبوثيسيس ست بقدر استخدمها بحيث تعمل شاترنج لها 100%، فبالتالي ما تنطبقش على صفر. بس ممكن ما تنطبقش على اول شيء مش موجود بالسامبل يعني. ممكن. هل معناها انه الاي اوت تبعي راح يكون كمان صفر؟ لا اكيد. ليش؟ لانه الاي اوت على ايش بيعتمد حسب المعادله هاي اللي عندنا هون؟ الاي ان والسيجما. لا على الاوميجا. والاوميجا الاي ان قسناها صفر لكن الاوميجا ما قسناها، معناته بيشير لشيء ثاني هاي، انه لما تقيس انت الاكيورسي للسيستم تبعك لما جبت مشكله بروبلم معينه بدك تطبق عليها هايبوثيسيس ست معين مشان تحل المشكله هاي. على سبيل المثال نيورال نتورك، لما طبقت النيورال نتورك تبعتك طلع عندي الايرور بالسامبل صفر،
هل معناها خلاص أنا وصلت هيك لنظام نموذجي؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه أنا اعتمدت على قيمة واحدة بس اللي هي الـ EN بوصف قيمة الـ EOUT واللي هي المهمة. فبالتالي أنا بحاجة لحتى أضيف لقيمة الـ EN اللي بتطلع معي قيمة ثانية بتوصف الكمبليكسيتي للسيستم تبعي، مشان زي كأني أنا أعاقب حالي على استخدام سيستم معقد، يعني بيقدر يعمل دايكوتوميز كثار، بحيث طبقته على المشكلة هاي كل ما كان السيستم تبعي معقد أكثر كل ما كان الكمية اللي أنا بدي أعاقب حالي وأضيف كمية سالبة للأكيوريس اللي بتطلع معي بالإن سامبل أكثر. على سبيل المثال أنا استخدمت النيورال نتورك، ماشي، النيورال نتورك كومبلكس سيستم، فبالتالي أخصم نص من الأكيوريس اللي بيطلع معك بالإن سامبل. ليش بدي أخصم النص هاي؟ بقول لك هاي عقاب إلك لأنك استخدمت سيستم معقد مشان تحل المشكلة هاي. طيب أنا استخدمت support vector machine. Okay, support vector machine not effective as neural network. فبالتالي أخصم ربع. طبعاً قديش أخصم هاي؟ كمية. اللي هي كمية مين؟ الأوميجا. اللي بتعتمد على مين؟ على الأن والأتش والسيجما. قيم الأن والأتش، قيم الأن والسيجما على جانب. وخلينا نحكي عن الأتش لحالة، عن الهايبوثيسيس ست. إحنا بنحكي هون عن support vector machine. أخصم ربع. Neural network. أخصم نص. أرقام قاعد بقول لك هاي من عندي، لكن ما أقدر أحسبها قديش بالضبط. طبعاً قديش بالضبط هاي بنسميها إيش بنسميه؟ هايبر بارامتر. لازم أعمله كاستمايز ولازم أعمله ليرنينج. أنا أصلاً هايبر بارامتر ناس بخصموا 1/10، ناس بخصموا 2/10، ناس 3، ناس 4، لحتى يحصلوا على الإكسلنت بيرفورمانس بالسيستم تبعته. الإكسلنت بيرفورمانس شو يعني؟ لما تقول إنه السيستم تبعي بيرفورمانس إله ممتاز، معناته الإي أوت تبعه ممتاز. طب أنا ما بقدر أقيس الإي أوت، أنا بوصف الإي أوت باستخدام الإي إن. طب الإي إن تبعتي صفر، بقولك ماشي طلعت معك صفر لأنك أنت استخدمت سيستم قوي كثير. فكونك استخدمت سيستم قوي كثير لازم تعاقب حالك على الشغلة هاي. هاي الشغلة بترجعني على أول سلايد، على هذا السلايد. أنت بدك تشتغل على اللي على اليمين، ماشي، بدك تشتغل على اليمين على عين وراسي، لازم تكون إكسبرت. هل انت اكسبرت؟ الجواب لا، معناته انت ويل سكرو اب اذا بتستخدم السيستم هذا، لانك ما بتعرف تشتغل عليه. هذا السيستم معقد كثير. النيورال نتورك، طيب ماشي، على انه راس النيورال نتورك معناته انا حصلت على ايرور ان سامبل صفر، اوه تمام، بصير امشي بالعرض قدام الناس. الجواب لا، تعال وين رايح؟ انت لانك استخدمت النيورال نتورك طلع معك صفر، مش لانك بتعرف تستخدم النيورال نتورك طلع معك صفر. فهاي ديبيت كبير بين الريسيرشرز، انه والله انا حصلت على بيرفورمانس صفر، بس انت حصلت على بيرفورمانس صفر بالان سامبل. انا الهدف من المشروع تبعك انه اطبقه على الاوت اوف سامبل، فبالتالي الاي اوت انا المهم عندي. الاي اوت قديش عندك؟ انت قاعد بتقول الايرور ان سامبل صفر، لما جيت طبقته على سامبلز ثانيات مش موجودات عندك صار يشفلق السيستم تبعك، صار يعطيني أرقام غلط كلياتها. شو معناته؟ أنت قيفت السيستم تبعك على السامبل تبعتك باستخدام كومبلكس موديل. أكيد لما تستخدم كومبلكس موديل بده يطلع معك الإيرور إن سامبل صفر، أكيد يعني. فبالتالي أنا مشان أعاقبك على الكومبلكسيتي للسيستم تبعك لازم أنقص قيمة من الإيرور إن سامبل اللي بيطلع معك. هاي القيمة بنسميها regularization. هاي القيمة بنسميها regularization، اللي هي قديش السيستم تبعك كومبلكس، اللي بتعتمد على hypothesis set تبعتك والان والسيجما أكيد. أوكي؟ مثلا على سبيل المثال واحد بده يستخدم neural network مشان يقسم لي 10 نقاط، بله 10 نقاط neural network طبعا ما بسوقنا على ايدي من العشر نقاط، ما مش بحاجة للنيورال نتورك. لكن لما تقول لي 100,000 نقطة، 100,000 نقطة
يعني حتى بني آدم بيقدرش يحلها هاي. فبالتالي بدك أنت نيورال نتورك لحتى يساوي أوتوميشن للعملية هاي كلياتها. فبالتالي كل ما زادت الآن كل ما زاد احتمال الإيرور عندك بالسيستم، فكل ما كان السيستم تبعك كومبلكسيتي له أقل. أوكي، كل ما كانت الكومبلكسيتي للسيستم تبعك أقل، أسعد البرفورمانس تبعك راح يكون نفسه. إذا كان واحد بده 95% probability تبعته تكون صح، واحد ثاني بده 80% probability تبعته تكون صح، الجواب لا. العلاقة بين سيجما اللي هي probability اللي بدك إياها في السيستم ناقص واحد ناقص السيجما هاي. كل ما كانت السيجما أقل كل ما كان الكومبلكسيتي تبعت السيستم تبعتك راح تكون أكثر. كل ما صح يعني منطقي. إذا بدك accuracy 1%، إذا بدك accuracy على سبيل المثال 95% معناته السيجما 5%. إذا بدك accuracy 90% يعني متحفظ أكثر أو متحفظ أقل عفوا، بدك 90% معناته السيجما تبعتك أكبر. فكل ما زادت السيجما كل ما قلت الكومبلكسيتي، العلاقة بيناتنا عكسية. واضح شو قاعدين نسولفوا هون؟ هاي كلياته بس علاقة الـ VC Dimension بالـ EN والـ EOUT. طلعنا عنا إشي ثالث اللي هو Regularization. بالمحاضرة الجاية راح نشوف شو Regularization شو معناه وكيف بنمثله وعلى أرض الواقع، اللي هو الفرق بين الـ EN والـ EOUT. كل ما كان الفرق بين الـ EN والـ EOUT أقل كل ما كان السيستم تبعي أحسن. هاي مقصود فيها. حدا له أي سؤال أي استفسار؟ اعذرونا اليوم على الحكي اللي صار بالمحاضرة مع الناس، فيعني مضطرين عن موجود بالمكتب. راح نحط لكم إن شاء الله المحاضرة هاي هون، هيك بنصير خلصنا الـ VC Dimension. بالمحاضرة الجاية راح نبدأ بالـ Bias Variance Trade-off. حدا له أي سؤال مرة ثانية؟ أوكي، بنشوفكم إن شاء الله بالمحاضرة الجاية. بالمحاضرة الجاية راح نحكي عن المشاريع اللي راح نشتغل عليها. بنشوفكم إن شاء الله بالمحاضرة الجاية يوم الثلاثاء أو الخميس، بخبركم إن شاء الله يوم الثلاثاء. يعطيكم العافية.